على قناة سبورت ناظور. في الأثناء الحكم طبعا حكم الساحة السيد عزوز أيمن كيعطي الانطلاقة ديال مباراة شباب بني بوغفار وحسنية الناظور هنا بالملعب شريف محمد مزيان بمدينة الزغنغان. طبعا المقابلة كتجرى اليوم هذا اليوم الأربعاء بعد ما تأجلت في الأسبوع الأول من بطولة القسم الوطني من بطولة القسم الممتاز لعصبة الشرق. طبعا متابعينا الأعزاء قبل ما ندخلوا في تفاصيل ديال المقابلة لا بأس يعني ما نمروا لتشكيلة الفريقين. فريق شباب بني بوغفار فريق طبعا اللي كيستقبل في هذه المقابلة هنا بالملعب الشريف محمد مزيان كيدخل بالتشكيلة التالية. في حراسة المرمى أيوب المساوي، بقية اللاعبين عبد العالي المطهري، محمد الزهري، محمد بن عقا، وليد شملال، أحمد العماري، أنس ندلوس، محمد ومحمد زهري أمهاري، محمد اللوس، أسامة مسعودي، أيوب الحشيشي. بالنسبة طبعا للاعبين الاحتياطيين سمير قدوري، أيوب بوخنفرا، جهاد شملال، يوسف شملال، بلال إبراهيمي، محمد بويمشون، بلال العياد، الحارس الثاني أيمن زعيم، المدرب نجيب أبجما بمساعدة عبد الرزاق وعبد الله الهواري. بالنسبة للفريق الضيف فريق حسنية الناظور فهو دخل بالتشكيلة التالية. في حراسة المرمى رشيد بوحجلة، بقية اللاعبين نبيل بوملحة، بوحموم الفلاح، خالد بلوطي، محمد رشف الله، أنوار الفايدة، أنس كديدار، محمد الرياح، زهير المسيح، عبد الله مجاح، عبد الله أمجاح. بالنسبة للاعبين الاحتياطيين هناك حاتم العقاد، رشيد وعلي، نور الدين بريك، سليمان الزفر، رضوان المخنطر، هشام راضي، زكريا لوكيلي، المدرب أحمد الشامي بمساعدة قسم بوعيادي ورشيد شابر. إذا هذه هي التشكيلة اللي دخلوا بها الفريقين. بالنسبة لطاقم التحكيم اللي كيقود هذه المقابلة هناك نجد كحكم ساحة عزوز أيمن بمساعدة مريم محمد كمساعد أول، المساعد الثاني حميميد أيوب، مندوب المقابلة العيد حجاجي طبعا عن عصبة الشرق لكرة القدم. كرة لفريق الشباب ولحسنية الناظور في وسط الميدان، كرة للتونسي عميد فريق شباب بني بوغفار محمد أومحن، تضيع الكرة كيسترجع محمد أومحن، محمد أومحن الكرة في وسط الميدان، عبد العالي مطهري، عبد العالي مطهري اش غيعمل؟ كيلعب كرة علي المطهري، علي المطهري مع زهير أمهاري، زهير الأماري مشات بعيد الكرة عليه بعيدة للاعب أنس كديدار اللي كيبعد الكرة، أنس كيبعد الكرة، خرجت دائما تماس لصالح فريق شباب بني بوغفار أمام جمهور يعني جمهور قليل كيحضر في هذا اللقاء هذا رغم أنه لقاء يعني يعتبر ديربي يعني بين فريقين من نفس الإقليم. طبعا شباب بني بوغفار وحسنية الناظور، كرة خرجت 5 متر و50، بالون يفغ فريق حسنية الناظور، بورتيرو بوحجلة تغي سقان 5 متر و50 يضرب المرمى فوش ثاني تدي الملعب الشريف محمد مزيان دك زغنغان. طبعا الملعب البلدي في مدينة زغنغان يتسمى خل اسم يعني خل مجاهد محمد مزيان. طبعا الشريف محمد مزيان يكشين قبيتشا يعني الطاس ويقاوم الطاس يعني كون ضد يعني الاستعمار الاسباني تورث يجي الملعب صراحه يجي الملعب يش صباح التاس لولا انه يعني الجماعات المحليه الاقليم النظار بنسان تحول غش الملعب إذن دينت النظار. محمد بوحموم، محمد بوحموم يضيع بالون دير وسط يروح غال التونسي، التونسي او لاعب ام حند محمد، محمد ام حند من غايك قال يمر الخوزديس، هذه راه بالون الخوزديس ساك اللوس، محمد اللوس، محمد اللوس تسلل، نعم تسلل، تسلل لاعب انس ندلوس.
أنس ندلس لاعب شبان فريق الفتح الرياضي الناظوري السابق من مدرسة فريق الفتح الرياضي الناظوري. أنس ندلس مجموعة من العناصر من داخل تشكيلة فريق شباب بني بوغفار تغادر يلعب الشباب فتح الناظور. تسلل فلطة تساقها خالد بلوطي، خالد بلوطي يضيع بالون دزيرة روك غير بالون، البالون ربما غير المسيح، المسيح يروح حسو بالون، مهاجمة مرتدة لفريق شباب بني بوغفار. ندلوس أنس، ندلوس أنس، ندلوس أنس، هذه يروح حسو بالون، هذه راهو هذه يفكس خالد بلوطي على التمريرة اللوز خطيرة أسامة المسعودي القفان سير قات بورتيرو رشيد بوحجلة. يمكن أنني أخطر محاولة لفريق شباب بني بوغفار في الجولة يا ثم زواروت تغادينا واني المحاولة يا محمد ألوس يكشين بالون دزيرار يزد غوضار أسامة المسعودي مشى أسامة المسعودي القفان أسامة المسعودي يرقات رشيد بوحجلة تدخل رشيد بوحجلة يعني يعني ببراعة ينقذ رشيد بوحجلة المرمى النس فص فص اكو سماء المسعودي. طبعا الدقيقة 6 اخطر محاولة ذي المقابلة نتوارى ذي المقابلة ثانية شباب بوغفار اكثر حضور يعني على المستوى الديني زي فريق حسنية الناظور يرجع عدوان زريشة يوض غابورتيرو ايوب المساوي. 6 مينوت ربدا 0-0 جاء بويفا الحسنية تنضى ذاني تذي الملعب الشريف محمد مزيان ذي هنديت مزغن طبعا خبيني نصور خش ملعب الشريف محمد مزيان ذي الصراحه يجي المساحه يجي المساحه تقرا خميني نتصور مشكل الغياب الملعب ديال النظا يعني دي اقليم النظا يعني خمي التواريخ طبعا الالعاب القوى العراقي مشى الالعاب الاولمبيه سي بو ذا يعني الحلبه الالعاب القوى تكن هنا الحلبه ولكن الملعب ونيتا يجي الملعب زعما يعني الجماعه الترابيه النظا شي نسني لانه ذي نجي المجلس قانش المجلس الجماعات ذي دي اقليم النظا ذي تيجي مجموعه الجماعات طبعا زغنغان النظار سروان بلينسان يحددن ذي تيجي مجموعه الجماعات يعني الاتحاد الجماعات النظا مرنكس المحيط العاب القوى زعما هذا نقيش الملعب هذه اللي قصد ندير النظا خذا هذيك سي جاع 10000 ار 12000 متفرج ندور غا بارتيدا بالون غا طبعا غا بويا فار بالون دزيرة مسعودي مسعودي بلوطي اللوز بلوز يسكي بالوني بلوطي قدام القدفان محمد اللوز تروح خوزديس بورتيرو رشيد بوحجلة محمد اللوز خمس صور محمد اللوز نصور تسعة نيغ المهاجم رأس حربة الفريق شباب بني بوغفار إيماركان غول ذي سيدي سليمان الشرعة ذي ثرشة ان شباب كليم سيمان النيع طبعا ثاني مؤجل الجوله الاولى خطيره لحسن يتنظر يدخل ايوب المساوي مع البالون دزيران غير وسط صراع يلعب يعني توارى الصراع في وسط الميدان محمد ام حمد المعروف التونسي عميد فريق شباب بني بوغفار يصفغ بالون غفوره فوره حسن يتنظر تسقار محمد بوحموم محمد بوحموم هذه راه بالون محمد رشف الله محمد رشف الله محمد رشف الله انوار الفايده يفغوا بالون غفوره اي بويفا تونسي نتائج الجولة الأولى نهار نسيور نتائج الجولة الثانية إيران ندير حدي يعذون شباب كليم تعادل أك شباب بويا فارس يجن غي جن ديال الملعب سيدي سليمان الشرعة ذي باركان طبعا ما مشني غول بويا فارس جليث محمد اللوز محاولة فريق حسنية الناظور المسيح المسيح هذه راهو كيس المسيح أنوار الفايدة ذي وسط الميدان ديال بالون انوار الفايده محمد انوار الفايده انس كي انس انس ضيف انس 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 عبد العالي المطهري انس صراع قبالون صراع على الكره بين انس وعلي المطهري بالونومي فال فويرا اي شباب نغي حسنيه الناظور حسنيه
حسنية الناظور بول من الحذيرة بالونك خالد بلوطي. خالد بلوطي من غير خالد بلوطي، طبعا خالد بلوطي العميد فريق شباب حسنية الناظور. بالون خالد بلوطي يروح بدون عنوان غفويرة اي شباب بويا فار تيسقار فويرة يا عبد العالي المطاهر. ما مشنيخ شباب كلين تعادلك شباب بويا فارس سجن غيجن النظر حسنية النظر 5-0 زيد ربحي شباب سيدي ملوك ديال ملعب الوادي ديال النظر جمعية الجرادة خصاك النظر السعيدية ستريس صادوس وفاء زغنغ وفاق زغنغان خسارك اتحاد دريوش 2 غيجن اتحاد حفير خسارك سروان 7-3 نجم ميدار ربحي الامل الموجدي الموجدة 2 غيجن. طبعا شباب الاتحاد دريوش ديجا متصدر ان القسم الممتاز لعصبة الشرق في انتظار يعني البارتي دايا الحسنية الناظور بويا فار انت في ذن غيكشن يعني التغيير خص بورا الترتيب طبعا في حالة ما رتابح حسنية الناظور محمد ومحند من غير يقدروا حسب محمد ومحند المسيح المسيح بالون دازير انا رجف الله رجف الله ولكن تدخل ايوب المساوي ايوب المساوي دخل يفقد ذي الوقت المناسب يسبعد يعني الخطوره خرشه الناس المسعودي 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 اسامه المسعودي اسامه بالون يفق فويلا مارش مشت ورا متابعين الاعزاء يعني اغزديسا اغزديسا نيفوس تيران تيرا خاصو بالون كتا اغزديسا زرمان بلوتي فالتا نعم فالتا خالد بلوتي ربما غادي تدخل محمد الوس خالد البلوتي فغ يعني لاربيت اسفار فالتا حسنية النار بالوني حسنية الناظور بلوتي خالد يرفع بالون دزيرار وخيرار ربما انس ولكن يدخل المدافع ثماس انس بالوني ماسغ انس ربدا خطيره فريق حسنية الناظور محمد محمود يرفع بالون دزيرار انس كي قدر بالون نسي يعني ويتمكن بوس كونترولي وبالون بالون يفغ ضربة مرمى طبعا فريق بويا فار ربدا ذي التنفيذ ايوب المساوي ايوب المساوي حارس حارس بويا فار طبعا مش تغن السن تيران تغن حارس فريق الهلال الرياضي الناظوري 2021 نزيل حراس يعني سامن دي تحقيق صعود فريق الهلال الرياضي الناظوري القسم الثاني هو ضربة مرمى تيران ايوب تزيرات غوصة الميدان اللاعب نمرو 6 يوسف شملال يوسف شملال بالون يفغ فويرا محمد الزهري محمد الزهري خو قصدي زرماد الشباب باني بوغفا هذي سقى بالون توارا بوحمو معاود يسفغ بالون غفويرا بالون ما تش لاحظ في مقابلات في غطاس غفويرا بوحمو فوري حسن فويرات طبعا نرى على التصن فويرات هذه المقابلة خطأ نيغ فويرة عاود الزهري 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 هذه يرفع بالون دزير على تيرا غالو خروج خاطئ الحارس يدخل الحكم عزوز ايمن اسبار فالطي الحارس رشيد بوحجلة وبطو غادي احتكاك جا المهاجمين نبويا فارد الحارس رشيد بوحجلة عاد ونزري من تغون تراجازي بارتي دايا انتراغ انتراغ تقريبا 14 مينوت عاد ونزري المستوى تغون تراجازي زي الفريقين ذي المقابلات بحكم النيج المقابلة غاتجن طابع خاص مقابلة تجمع جا اثنين تافقين زي نفس الاقليم تعتبر يعني
ديربي شبه ديربي بالون يفقع وغفويرا خصني راه بالون دي روس نفرج الجمهور ديوسين القليل والقليل جدا ديوسين هذه فرج دي بارتي دي طبعا وسين د الغيورين فقط كره القدم باش نسنت هذه النظر غاسر بعض والغيورين يعني يتبعا ويتضفا النتائج كره القدم هذه نديت النظر على زين جانب نبويفا ولا زين جانب الحسنيات النظر الفايده كيسبو ملحه بوملحه هذه كفره خو بالون بوملحه هذه يوسف شملال صراع خو بالون تسبع هذا خالد البلوطي تسبع هذا بالون المطهري عبد العالي سوف بالون غفويرا ماشني يمكن نعدو 12 13 نفويرا في نسقى دي بارتي ديا ثاني هم الحادي ثقافة ربما حالة تسمي اللعبة هي اللعبة وتجيب كرة القدم اللعبة نفويرة أنا عقب بارتي ذا خالد البلوطي ويغمين غايق هذه رابلون لك الفايدة غير وسط الفايدة أبو حمومي ترجى بالون دي أسود محمد الفلاح الفايدة ذي رحسوا بالون الفايدة محمد رشف الله بوحموم الزهري دي السادي على البالون يا بويا فار شملال من غيق هذه راوغ شملال يحسب الغر وسط الزهري ندلوس انس ندلوس انا دزو خطيره محمد ندلوس خطيره اي شباب بني بوغا فار فالت نعم فالت تدخل انوار الحكم يكشف فالت ربما محمد ندلوس وهذه تبين بول لقطه تبان يديس فالت مشى والصنغ ماي محمد ندلوس ماي انوار الفايده فالت حسن يتمطر نعم اتيرار محمد الفلاح انوار الفايده بالوني ديدي على انس ندروس هذه راه انس ندروس خرج دي سازر ماذا انس ندروس كيس بوحموم دي يقضع بالون بوحموم يقضع بالون انس ندروس الصراع يعني تورج المقابله يعني متكافئه يعني جاء الفريقين يعني تتغض سنقاغي المتابعين الاعزاء سبورت نادور وذين بو فريق يقسح فريق يهون ذي كره القدم بالتصل الان قانش بان الفريق مرشح الفريق النتائج طبعا ربما يجن ذي فوق منتصر نيغ بارتي ذات فوق متعادله ولكن ذي كره القدم وذين بو ثارفق خا زيد النغني انوار الفايده ذي غالب اللوتي الايقاع المقابله يعني صراش شويه هذه قعدت شويه الايقاع المقابله مع عبد الله مجاح هذا يحسب بالون عبد الله مجاح كيس شملال نعم فالطه ربما محمد امحن عميد فريق شباب بني بوغفار صور صفره وراخت فوراخت مزوارو تدي بارتي ذا يانغي محمد امحن بويا فار يعني ثورة اختي محمد أمحنت المعروف الأوساط الرياضية النظرية اللاعب التونسي عميد فريق شباب بويفار طبعا بويفار فريق يتمثل ان القبيلة يعني عن قبيلة بويفار أحد الأفقاد القبيلة يعني القرعيين في حين فريق حسنية النظر طبعا يتمثل فقد إمزج أندور غبارتي ذا الفايدة فالطي حسنية النظر يعني الفايدة بالون دازيرار خالد بلوطي قابسا انس كيني دار تروح خوز دي سبورتيرو ايوب المساوي فغ ضربت مرمى ايوب دير بالون وليد شملال خالد البلوطي املاح او الفلاح عفوا الفلاح هذه بالون رشيد بوحجله انوار الفايده
خالد بلوتي، خالد بلوتي وحمومي تاع بالون غادي اخر، خالد بلوتي بالون دزيرار بالون ويويتشا غرشيد وعلي، رشيد وعلي غزديس فوسين نيغل جناح فوسين فريق حسنيه النضور. ايوب، ايوب المساوي، ايوب المساوي الفلاح تبع بالون وعلي، رشيد وعلي، رشيد وعلي ديرا رشيد وعلي من غير قادر يحصل بالون، رشيد وعلي دخل النمرو ثلاثه اللاعب محمد الزهري صفغ بالون فويرا فويرا ومين حسن يتنظر تسقر محمد بوحد محمد بوحموم، محمد بوحموم، محمد بوحموم بالون دزيرا أنس كيدي دار أنس، أنس أنس ديراوغ، أنس كيس عبد العالي، عبد العالي دي بلح أنس، أنس ديراح أمجح، أمجح ديراوغ غادي يحصل بالون أمجح لأنس، أمجح لأنس ولكن هذه دخل دخل احد المدافعين نيغ اللاعب زهيره مهاري هذه سبعه بالون، بالون فالتا شباب بويفار التونسي محمد اومحن بالون دزيرار شملال، شملال اللوز، شملال اللوز، شملال اللوز، تمريران اللوز تروح في كوج شملال الوليد شملال، هذا وليد شملال يوسف شملال يمكن على حسب التشابه اذا ربما ذي ذو مثل وليد شملال طبعا اسم وليد شملال يوسف شملال اللوس اللوس بلوتي، بلوتي وليد شملال، شملال شملال الناس ندلوس، شملال شملال يوسف شدوا يروح حسب بالون يعرفي خالد بلوتي، خالد بلوتي كيس انوار الفايده، انوار الفايده محمد بوحموم، محمد بوحموم، محمد بوحموم من غير صوبالون، محمد بوحموم هذه راه بالون وعلي، وعلي فغا صوبالون ربما الحكم يصفار فرطا اي وعلي، نعم فرطا اي وعلي 22 مينوت بدا التعادل ممشت ورم هذه الصوره سبورت ناظور تعادل 0-0 جار بويفار الحسنيات النظار الفايده 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 الان غا انس فلطه نعم فلطه عبد العالي داري عبد العالي ربما تدخلتها ربما عبد العالي شكل فن فورا انس ندلوس انوار الفايده انس ندلوس انوار الفايده خطا انوار الفايده يرفع بالون دزيرار تدخل الدفاع انس ندلوس المسيح صراع يعني مشت ورا امن غيخو بالون جاء انس ندلوس اللاعب المسيح فويراي الحسنيه بوحموم بوحموم هذه بالون المسيح بالون نعم يفق غا 5 متر و50 ايوب الموسى شتورام نجيب بجامع تعليمات نجيب بجامع يلعب شباب بني بوغفار طبعا نجيب بجامع المدرب الجديد غيشرف نخ تدريب من فريق شباب بني بوغفار نجيب بجامع طبعا الموسم يعدون تغاث مساعد المدرب فتح الناظور السيد عبد الصمد بن نور وايضا يخدم في قبر نسى كي نور الدين يدري وانت تشا عمني قبر
عبني قبرنس تغطد المدرب الفريق الهلال الرياضي الناظوري ونجيمة بجامة طبعا يزدار بيجن مجموعة فروق داخل الإقليم النظار نتصور اتحاد دريوش نتصور خويفاق الزغنغان نتصور مجموعة من الفروق يتمثلن المنطقه يا هنا الريف ندور غا بارتي ذا حسنيه نادور هجمه مرتده تديار شملال شملال يوسف شملال يوسف شملال يوسف شملال قدفه القدفه زهير مهاري تروح 4 سنتيمتر اخ بورتيرو رشيد بوحجله ما باش نتوارى هذه الجوليه ثم زوارت فريق بويا فار اقرب غادي يسجل غولم زوارو هذه المقابله يثا يتجربدا 0-0 خالد بلوتي خالد بلوتي مجاح عبد الله مجاح خالد بلوتي خالد بلوتي دور غا رشيد بوحجله رشيد بوحجله الفلاح الفلاح هذه اضطر هذه دور غا رشيد بوحجله باش تورى الفريق الحال الشباب بني بوغفار قد دفاع القرشين الدفاع المتقدم وتجيبوا فريق الحسنيه هذه فغ صوبالون صراحه رغم انه نتسر هذه يعني المينيتروجان ان فريق شباب بني بوغفار يعطاو يبدي يعني الاستعداد ديال الموسم الحالي ولكن ما مشت ورا الفريق يبد الند للند هاك فريق الحسنيات النظر من تجان بارتي ديا يعني متكافئه على جميع يعني متكافئه على جميع الخطيره طويله في اتجاه محمد محمود ولكن دخل الزهري يسمع البالون حكم ربما يصفى فالتا نعم فالتا لفريق بويافار شملال وليد وليد شملال ويوسف شملال وليد شملال غال المسعودي اسامه مسعودي اسامه وثي وضبو بالون تيقضع يقضعيت بوملحه بوملحه غادي يدور غفاغ خالد البلوطي خالد البلوطي خالد البلوطي خالد البلوطي انس بوملحه الفايده فريق الحسنيه الزود يلعب بالون يقوض اظن مجاح مجاح يدخل وليد شملال وليد شملال لك يوسف شملال ولكن بالون يوسف شملال يروح فويرا ويويتشا وغاسي ويتشا انس اندلس كوارني يحايل بويفار انوار الفايده من غيك انوار الفايده بالون ذا زراره تيقضع تيقضع اسامه المسعودي اسامه المسعودي اسامه المسعودي انوار الفايده انوار الفايده انس 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 انوار الفايده ذي بدر الاتجاه الفلاح محمد الفلاح محمد الفلاح المدافع الاوسط حسنيات الناظور غالمسيح المسيح بالون سدي ماس غا محمد ومحمد اثني غا التونسي وليد شملال بالون دازيرار هي المسعودي وثيوت شغل مسعودة يقضع انوار الفايده ويراي فريق شباب بويافار ويراي بويافار برامن كتار الشباب تسمي سمون بويافار ذا الحسنيه الديربي اقليمنا خطيرة خطيرة شملال 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 الكرة بالون شملال
الشملال طبعا ما شاء الله تبارك الله قام وليد الشملال ولا يوسف الشملال رسمي قاب بالبركه. يعني ربما الفورما نقارس الشين يلعب ونتمنى سير خدمه في العمل شوي شوي ان شاء الله نستودع ربي مره من نتمنى. فبالون يبدا ربما الاصابه وليد شملال. وليد شملال مدافع فريق شباب بويفار مش انت وري يلعب السنمان السنمان ربما يمكن ان الحراره الايران بارتي ديا بودات خطات الثغره والبدنيه اجتماعتي نو فوز غادي ما يخزيتني مهم شكون غادي يجي غادي يجي ميت ميت جيخ ديال بيستير ودار والله ما عقل ميتك يا صافي جدا. كاين غدا طبعا المعالج الفيزيائي جا طبعا جا فريق الهلال النسوي لكرة القدم. كاين غدا عزيز طارقونا طبعا عزيز رغم الاشتغال نساك فريق الهلال الرياضي الناظوري وطبعا شغلك مجموعة الأندية ديال المنطقة الشرق ولكن سي عزيز انت اجل انسان غيور خ الرياضة ذي اقليم النظر يعني ذي تفذي جميع المقابلات يعني وتجيبوا يعني ذي الخدمة ثواها وانما متتبع الشأن الكروي دين دين النظر ان شاء الله جاء الاشواط في تستفغ كينغ حما السور السور خرج مجموعه كان السور خرج مجموعه النقط يتعلق قنصه الرياضه النظر سواء الهلال الرياضي النظر لكره القدم النسويه ولا الفروق يتمثل الاقليم النظر جاء الاشواط السعاد حاول ويفار ولكن دخل خالد بن رطاديس بعد بالون ديس محمد ومحمد التونسي ويتمكن بوصل بالون بالون ليش ويفار محمد بن عقا محمد بن عقا ذي بدراغ زيس عبد العالي عبد العالي ذي يفعل بالون جزيرة خطيرة محمد اللوز تسلل خمو تسلل خمو محمد اللوز ذي البناء الهجومي نيغو يتكال للخطورة يتقض يتقرب نتص انتوالا ويفار يتقرب التص هذه سجل الحسنية ربما يعني من يتغط توقع على ذي الجن التصنيف ذا توقع نسق ابويا فاري يبدا الاستعداد ديال الموسم يعطى ولكن من تولد ذي الارضيه الملعب تولد التكافؤ جاء الفريقين تولد نيشان ذا الديربي لان بارتي ذا تقصح خلف الفريقين انوار الفايده انوار الفايده انوار الفايده ذي يحسب بالون غير وسط كيسبو ملحه هذه دور غاب اللوتي باللوتي من غيك باللوتي بوحمو ذي التابالون ديال العمق باللوتي غاب بوحمو بالون دزيره هذه دخل شمل الوليد ربما شمل الوليد ليستيشتي ربما وليد شمل اللي تخو داري تقصيصو داري وليد شمل نتمنى انه الوليد شمل وخاص تاثابو تشتيه هذه فغو يتكمل بو بارتي سلامات يا وليد شملال محمد بوحمو محمد بوحمو مباراة ثبت الإصابة لعاب بويفار ربما شمل الوليد ها 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 ها
متابعينا الاعزاء كاين غير تبع النقل المباشر باس سجلج الاشعاع اسحان سبورت نادور خصك تدمج الدعم فضلا وليس امرا سبورت نادور حمايه سيغي غزات سيجو مره تخصم وكاين غير تبع النقل المباشر كاين غير بارتاجا صحايا سبورت نادور باش هذوك النادي تقوى الجديده مجاح دكوس الايوب ايوب المساوي ايوب المساوي من حي ولاد بوطيب بين نادور حارس مرمى طبعا موهبه هذا مستوى ايوب المساوي بالنسبه معنا متابعينا غير عزن المشاركه ذو بارتاجي ذو نشوفو سيجدو نغني لان قنعاد ديلاكاب ان شاء الله نقعد غا 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 بروميير ني قنعاد ديال الكراج سان غنقفوس قفوس حما غني ندير الشين ديال القمه باش انو ياس تشمايا نوضع ذي مدينة نظر غزات نسن الا الاهتمام ماذا نقصي زي كرة القدم ذي النظام اني جيل مدينة نظر وغاس بو ملعب وغاس بو تصنة مسرايين ام التث ام الفروق يجن ذي قدام النغلي بالون محاولة هجمة مرتدة اللوز تمرير انس اندروس خطيرة لفريق بو يفار انس اندروس كفا رشيد بوحجلال المرة الثالثة على التوالي يلقي المرمى للمرة ثمار وسرد رشيد بوحجلال هذه دخل هذه القدر المرمى الناس زي هدف محقق وجه لوجه اك انس ندلوس اذا متابعينا الاعزاء نبدا تيرا 36 مينوت نبدا التعادل 0-0 جار بويا فارد الحسني تص يعني لا 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 طبعا المستوى ذا مقران يذهب زيس الفريق نبويا فاردي بارتي ديثيا كونتراي الحسنيه الفايده رشف الله كيس بوحموم رشف الله يراوغ كيس شملال رشف الله يحسب بالون يراوغ غادي توغل بالون اوميغي بوحموم غادي يرفع بالون غادي دقزو ربما غادي امهر يلفغ كورني بويا فار بوحموم بوحموم هذه سقا كورني بوحموم مملاح انوار الفايده القفات فوتي بو مليح اسامه العزوزي بالون يفغس غفويره خطيرة أيوب المساوي ببراعة أيوب المساوي بالون أمجح يصفغيت أيوب المساوي غو كورني سيضوضا يتدي صفغ أيوب المساوي غو كورني حسنية النظر هذه بوحموم واني وبالون بوحموم هذه راه كورني ديال فعد زيران غال بلوتي غول البلوتي غولم زواروي فريق حسنية النادور البلوتي الدقيقة 38 غولم زوارو سوس جيف ذي ثرشة الأيوب المساوي خليد البلوتي الجنغة زيرو دقيقة 38 دقيقة 38 تكشغول مزوارو اي فريق حسنية النادور سوكا غواني كوارني بوحموم دي ماسن خوز جيف بلوتي اي ساس بالون ذي ثرش طبعا بلوتي يمتاز يعني الكرات الرأسية وليد شملال انس هذي قطع بالون دير وسط انس رشف الله
خالد بلوطي، خالد بلوطي ديال بالون هومي، اي المسيح، المسيح سيرحوا بالون ديال يوسف شملال، يوسف شملال التونسي محمد ومحمد، محمد ومحمد من غيكتبوا بالون ديال حليب الدراغ زليس، خو زليس فوسي غا محمد الزهري، محمد الزهري يدور غدفع، غا ربما امهاري، امهاري غا عبد العالي، عبد العالي اللي تقدم صبالون، عبد العالي غتيرارك العز اسامه، اسامه غا ام زهيره مهاري ولكن ويضبوا بالون غا زهيره مهاري تيقضع، تيقضع الفلاح ربما نيغ انس، انس انس من غايكرس هذه راك الفايده، انس كيس بوملحه، بوملحه كيس يوسف شملال، يوسف شملال برافو يوسف شملال، الطريقه اللي عفوا وليد شملال وماسين يوسف شملال طريقه ماشي تقطع بالون حنجره ونيتا، طبعا مع كذا المؤطرين مع كذا التاطير مع كذا التكوين حنجر صراحه هذه لنا اورد رشف الله، رشف الله انوار فايده، انوار فايده راح تو بالون، انوار فايده من غير كثيره بالونك انس، اني غاك انس نعم انس هذيك بالون مشاح ولكن دخل وليد شملال استبعد بالون غفويره فويره نبدا لفريق حسنيات الناظور 5 مينوت قبري غيكمل الوقت الاصلي الجوله الاولى نبدا نبدا التعادل النغر بدا التفوق حسنيات الناظور سجن غزيرو غول خالد البلوطي يماركا هذه الدقيقه 38 انوار فايده انوار الفايده انوار الفايده انوار الفايده دي بدراغز ديس محمود الطابر الخوز دي سافوسي محمد بوحمو من غير يلعب بالون دزير ارغ المسيح المسيح ولكن كيس وليد شملال وليد شملال ربدا ذي التغطيات الدفاعيه يعني اداء يعني لا باس به يتقدم مثل المدافع الفريق بويافار وليد شملال المسيح اللوز 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 يدخل خالد بلوطي بعد بالون ابو حمود يحسب بالون ابو حمود من غيكسب بالون ابو حمود مرار هذه راك وعليه وعليه روح وعليه روح خوزي سافوسي وعليه من غيك وعلى ذي راوغ وعلى ذي طغال وعليه كيس مجاح مجاح برافو وليد يعني ما مش نزرة تدخل وليد شمرال صراحه المدافع ذي المستوى ذي صفوف فريق بويا يقضع بالون وليد شملال في اخر لحظات وبالون تمرسد غا ربما مجاح ابو حمو سقوط شلعب بويا فار مستوري بويا نمرو لعابي يوضان تبين بو مليح لكن نتمنى ياس ان شاء الله نتمنى الاصابه نستيري اصابه بسوس زعما غادي يكمل من يقيمن زي بارتي دايا بارتي دان ديربي جار الحسنيات بويا فار 43 مينوت المتابعين غي عز سبحان سبورت ناظور ربدا اجن غزيرون مش توارا من ذي تصوات حسنيات الناظور خالد البلوطي تقدمات ذي الدقيقه 38 حسنية نظور مرة ينتصع ذي المقابلة ثاذي عفع الرصيد نسخة 6 نقاط ذي الركل ذي تصدر يعني ذي تصدر المجموعة العصبة القسم الممتاز يعني عصبة الشرق القسم الممتاز يعني نفس النقاط نفس رصيد النقاط كفريق اتحاد الدريوش إلا أن الحسنية غاس ربما الأفضلية يسجل ستيغول بارتي ذا ثبت بارنينغ الحسنية محمد اللوز نتمنى محمد اللوز هذه كمل بارتي ذا رأس حربة محمد بوحمو كارني حذاري سكوارني الحسنية محمد بوحمو بالون انس يكثر المدافع بالون انس يكثر المدافع يفغ كوارني كوارني ربدا حسنيات الناظور
نقرب زي 45 مينوت يعني غادي نكمل الوقت الاصلي للمقابله. فال ربما ثورة اختي ايوب، روح ايوب ايوب دور غمشنش ميمي ثورة اختي مبطرة ايوب. ورقه صفراء مجانيه كوارني محمد بوحمد يرفع كوارني المسيح المسيح الراسيه النص خمسة واربعين مينوت تكمل نوديت ذي الوقت الأصل الوقت الضائع بدل الضائع وصين شحاغة يعني للحكم طبعا مندوب المباراة السيد عيد حجاجي العيد الحجاجي تشكاري تساني تازي المنبر من سبورت نادور طبعا العيد الحجاجي زي الاطر التحكيميه يكين ذي العصبان الشرق العيد الحجاجي طبعا المعامله نسي سبورت نادور طبعا تيلت 10 سنوات الاخيره ربدا توغث كينغ يعني تلقى كينغ ربدا في مسرايين زيجن الطريقه احترافيه تفذيج تسهيل تسهيل يعني تبسيط ذي باش تكسيد تشكيله الفريقين العيد الحجاجي الحكم السابق ومندوب المباراه انت الثانيه جا الحسنيه بويفا ني غنمشي ني غنقرا سجن التحيه خاصه السيده ونيتا يستهج ايجنت كريم يعني صراحه لما يكشل نظر الخدمات يقدم يتحكيم ذي العصبه الشرق نعقب غبارتي ذلك نغذر وقت ذي الوقت لا 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 ذي الوقت بدل الضائع طبعا ونسين شام شحال الوقت غنيرار ربما غنيرار 5 مينوت مي مي بارتي ذات بدا التص ديال الجوله ثم زواروت زرا التص هني بديتن العزوزي اسامه او اسامه المسعودي عفوا اسامه المسعودي يروحان غير عقل اسامه العزوزي لعب المنتخب الوطني المغربي طبعا خويا السوار اسامه العزوزي ميسن تنديتنا الحسيمه تيران دي ايطاليا ديوسين ايران طبعا قل 23 سنه انا عقب غا اسامه المسعودي بالون دازيرا بالون دازيرار ولكن انس ندلوس ويلقف بو بالون سوز جيف يسد المدافع عن حسنيه نادور يسبع البالون غفوي هذا محاوله للتعديل لفريق البويفار ولكن انس ندلوس ويلقف بو بالون سوز جيف ما مش نيغ اسامه العزوزي يوين كاس افريقيا كقل 23 سنه يلقى بارتي ذا كالمغرب ذا ليبيريا قصايد كاس افريقيا يسبين تخرج المستوى هذا سبحان التاس بوداراني اسامه العزوزي ميسن تنديت الحسيمه هذه خير خلف يعني هو انت غيعاونا نور الدين امرابط الافتكاس ضغط البويافار من اجل الخروج بنتيجه التعادل في الجوله الاولى امهاري 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 بو ملحه من غير خو بالون هذه سبعه بالون بو ملحه التونسي غادي يار بالون التونسي التونسي بالون دازير ارغا اللوز اللوز كيس باللوطي باللوطي هذه سبعه بالون ربدا الضغط من شباب بني بو غفار وفي الاثناء ذي ثمينوت ثاني تاع الزوز ايمن حكم الساحه اصفار نهايه الجوله الاولى ربدا استقدم فريق حسنيه النادور سجن غزيرو غول خالد باللوطي الدقيقه 38 ربما نزريج الضغط في الدقائق الكره الفريق بويافار يعني الجوله الثانيه ربما ليس نزار المزيد وليس نزار الافضل نرجع بارتي ذا اتيري ربما مشتعل هذه الجوله الثانيه سننا فريق بويافار هذه الجوله الثانيه غادي يفغ هذه يرزو التعادل في حين فريق حسنيه نادور هذه خزامه مش غايق غادي يفغ سبارتي ذا يربح ثلاثة تنقيدين يتغي الجن طبعا ذا مزوارو متصدر القسم الوطني الممتاز لعصبه الشرق لان متابعينا الاعزاء كينغ عزيز طبعا عزيزة لا 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 دي كاذب تستحسن سي عزيزة من كيف سي عزيز قلنا تكمي جوت
متابعينا الاعزاء كده عزيز طارق هنا معالج فيزيائي وممرض لمجموعه الادوار يتجي طبعا كفروق النظريه يعني باش هو تجيب الشوط الاول غير اخوه طبعا السي عزيز متابعينا الاعزاء اللي يستضيف السي عزيز مرحبا بك في الصحه سبورت تشكاكني السي محمد الاستضافة في القناة نوم المتميزة القناة رغم المعاناة رغم قلة الإمكانيات ولكن متميزة تخرج نص صورة حسنة للرياضة بصفة عامة للإقليم وكرة القدم بصفة خاصة نشكرك من قبل الاستضافة ونتمنى يوم إن شاء الله مزيد من التوفيق والتألق في قديم المباريات إن شاء الله وتقيم نبدأ متميزين على الساحة الرياضية لإقليم الناظور السي عزيز الشوط الاول حسنية الناظور ويا فار اون زيرو ديربي طبعا ديربي اقليم ديربي خاص من الغادي يعني طبعا خلينا الفرق خصوصا حسنية الناظور في التصاعد لقاء الزوار 5-0 ويا فار تحقيق 6 زي باركان الجولة هي طبعا تؤجل يعني بارتي الاهم زوار تؤجل في هذه الرابعة الظروف الفريقين من الغادي خلينا الفريقين من خلال انشي طبعا الجولة الاولى من خلال التجربة وانشي المباريات ممتاز على عطش المقابلة الاشقاء وزمان ميرلا غير نكثة يعني شين سنين الفرق تنثنائي سنين الفرق تنثمانية جنتندين ماني تعيش خلال النش نشجعيت السنايسن ونتمنى يسنا دايرين مليح ان شاء الله المقابله تغطى تكتيكيه يعني جس النبض من طرف الفريقين عدم المغادره والمجازفه تما اكثر تو شويه كف هذه الشوط الاول تميل الى فريق بني بوغافر بحكم انه تما غتلعب شباب اللي مزيانا وراد الحسنيه تغاص رده فعل يعني مختلفه وراد تمتلك مواهب تما ذي المستوى وإطار شاب وربوية فرعة والمدرب أنت محنك معروف على الصعيد الإقليمي تغاديني بعض فترات الفراغ بالنسبة للحسنية ولكن في آخر المطاف دار كل الموقف استطعت أن نسجل الكرة العرضية وذو النقص غاس فريق شباب ويافر غاس النقص لكرة المرتدة يعني خاصني النقص يعني خاص خاصنا ندير المستقبل باش تما غاديين مركزين اكثر ان شاء الله هذه المقابلات في سديوسين ونتمنى ياس ان شاء الله يجي مسيره موفقه سنين للفرق السي عزيز تشجع بكل يعني بلا ما كذا نغدا وتشجع الدفاع لا بكل صراحه السي محمد سنين الفرق تمثل مدينه الناظور مش نسيت الفرج غادي المقابله سنين مثلنا يسنايس خصص يعني انتماء غسنا انتماء يعني لا نميل شحن يعني وزمان من لا وزمان من لا الكفن وانيتا الكفن وانيتا سنين الفروق مثلا تندين تنا تشجعي سنين ونتمنى يسنا مسيره موفقه وان شاء الله الاشاره احساس غير شغالي عزيز ونتمنى غسنا يعني وني غير قاعد انا خصني نسفر بدون منافسه يعني تحسي المنافسه تحس انه تيرا ترين مثلا من انسان فورمه المكعين يعني كمعالج رياضي الفرق المحليه وتفتخر انني تنتمي لفريق هلال الناظور كره القدم النسوي وكمعالج رئيسي كيني الفريق وتشكر مال الفتيات واخا خونا عدو نستورخ فريق الهلال الرياضي طبعا هزيمه غير متوقعه نصر سيدي مومن جا متصدر نظام بركان متصدر سنيسي هلال الناظور ينفجر في الجوله الثانيه الجوله الثالثه
الرابعه شحال يلعب الخرين ثلاثه يلعب الرابعه الدور الرابعه الجوله الثانيه ينفجر ديال الناظور ربما استند الفريقين ديال القسم الاول ما تسير انه فريق ديال الناظور اواني سيمانه واني خسانيس يدور غير يعني متواضع يعني بعد الجوارد قعد ساعات الاداء المسكي يعني الصعود صار خاصه بصراحه يعني الفريق منظم على جميع الاجهزه وغاس لاعبات شابات يعني غاس نتيج مجموعه طموح العزيمه سواء اللاعبات المحليات او اللاعبات المستقطبات يعني من المدن الاخرى وديج البرنامج وعيد السيد الرئيس الفريق المكتب المسير نخدم خاص كوريجن يتقل مهام الناس كوريجن يتأدى يجن الدور غون قال باش نسهر مارك يجن منظومة متكاملة باش نحقق الانتصارات الفضل الإيمانية يعود أولا للاعبات المكتب المسير الطاقم الطبي والفني وكذا الجماهير لأن فريق إلى الناظر غادي يجن السمعة التام قرانت وذي الإقليم وذي مجموعة من جهودات جبارة ويعني تدار يعني الكواليس ان شاء الله باش نسوفغ الفريق الى الناظور ان شاء الله غير المكان غيرين وهذا نبور فرق جار يعني فريق نسويني فريق ذكوري كل شيء تمثل تندين كل شيء ان شاء الله تمنى يسجل مستوى هذا مقران وتشكاك سي محمد. باش سي عفيف نقيم به الى الناظور النسوي عامل اقليم الناظور يستقبل مكونات الفريق ربما نخص في يعني الاحساس اللعيبه والطاقم التقني والموسيقي في الاستقبال يعني يحدث شرف نصف فريق الهلال الرياضي النظري لكرة القدم. يعني المجهودات كفريق الى الناظور يعني على اثر الصعود مقابله السديج راضي ارفود يتمكن بانه غادي يحقق جنس الصعود القسم الثاني احترافي من طبيعه الحال هذه لجنة احساسي الصباح السي محمد باش يستقبل يعني المسؤول الاول في مدينه السيد العامل المشكور السيد عامل اقليم الناظور السي خليل نشكر يعني الاستقبال الرائع والمتميز وديجن الدعم المعنوي ديجن الحافز نفسي اللاعبات والفريق ككل باش هذه يوصل المسيره للناس مسيره التالق بصراحه الاستقبال تقدم مستوى يعني يتصنت الفريق ككل ويقارن وخا انه ينتقل ولاية الداخله ولكن رحنا اشاره الفريق في اي وقت يعني سيد عامتين ونتشكر في مجهودات كلمه اخيره السي عزيز كلمه اخيره السي محمد نتمنى يش تالق يشك ونتمنى من الغيورين على الرياضه نشكش نفوس لان بقله الامكانيات وصراحه القناه تعاني باش تنقل لجنه الصوره سبحان الله الناظر خص الغيورين المجال الرياضي الاقليم نشكش نفوس باش اتيري تجي المستوى اعلى ونشي نقن خيك من ممات حدا جنرال السي محمد مرحبا ونشكر صوت مترا جاني سبغانا السي عزيز نشي نقن الساحه انما من جاني الساحه في غنباب شنانا معنا والسي عزيز اذا نشكر السي عزيز تاني شو موردي سي محمد يعني القاعده الحياه وزما شخصني وذا مره وزما شهني وذا مره لابد غير المحبين لابد غير اللي سمغاني راه غيتجنن انت نسيت واش غيفعل السي محمد غنجح هو الفاشلين يفعل الناجحين غنجح تمسمع ذاك الاسم ديال الساحه شكون صوت شكرا سي محمد بارك الله فيك كاسي عزيز غاد نستضيف رخو محمد المحمودي متتبع للشأن الكروي بقبيلة إعزان أو بويفار وصحفي أيضا بنفس القبيلة تفضل السي محمد سيورا شوية خل مشاكل يزيد عنا فريق شباب بني بوغفار نسل أن الفريق أسوسا يبدأ الروتار ديال الاستعداد ديال الموسم الحالي 2023-2024 شكرا أولا مسبقا لقناة سبور الناظور على التغطية التي تقوم بها على الصعيد الإقليمي وجميع الإخوان الذين يعملون بهذه القناة وهو سبور الناظور يعطي الصغيرة والكبيرة لإقليم الناظور شكرا للأستاذنا على هذا السؤال فريق شباب بني بوغفار أولا وقبل كل شيء له نقطة سوداء وهي الملعب النقطة السوداء لفريق بني بوغفار وهو الملعب الذي يعاني به لأن فريق شباب بني بوغفار يلعب
فريق بني بو فريق بني بوغفار غادي يجي نقطة سوداء ما يتعانى يتصل تيتيرا ذهابا وإيابا خارج الميدان النص ربدا إتيرا دي بارا والفريق يعانى يتصل أن تبقى خمس زوال إتيرا دي بارا كاين إتيرا دي قبيت النسعة مازال عاد لأن ولكن ضروري خص الملعب ذي النيغ هو أن تدا الله يرحمك الوالد لأن معريك خص الملعب دي شباب بفضل الجمهور غادي الجمهور الطاس ولكن خو كيتعانى خو حسنية أكادير أخ من إتيرا دي الملعب النص لأن 7 كيلومتر توسا غاوز غنغان بويا فاس قريب 30 كيلومتر يديوسا زانيتا غير الملعب فهمت غير هذا ما لان انتقق ماشي القضيه الكيلومتراج انما ربما الملعب يخص ديني تشجيع الشباب هذا لان خشي انت ضروري ضروري الملعب يخص ديني بويا شتي بويا فا تعانج المعاناه مهما انها لها ميناء اكبر ميناء على الصعيد الافريقي ورجع على الصعيد الوطني غاسيج الميناء ضم قران ديت قبيت بويا فا وهو ميناء البحر الابيض المتوسط يجي الميناء ضم قران غاس ندير لي كما ذلك برلماني ونائب برلماني ورئيس الجامعه وهو السي محمد ابركان زيد قبيت من بويا فا ولكن ليس لحد الان حتى باش هذه يعاون باش هذه يعاون الفريق باش يدير حاجه بزاف نشتي نتشا وتتا حتى زي العام الاقليم الناظور وتتا زي رئيس الجامعه الملكيه وتتا زي رئيس الشباب والرياضه الاقليم الناظور باش هذه يعاون الفريق شباب بويا فا باش يدير غسل الملعب لان فريق الشباب بني بويا لحد الان مازال كيتعانى يطاس يتيرا زي فار حتى التدريبات الناس يتاع فار من يتدرب ونتمنى ان شاء الله السنه فريق شباب بني بويا فا يدير حاجه بزاف ونتمنى ان شاء الله حتى الفريق حسنيه الناظور وكذلك الى الناظور وفتح الناظور لان النقطه السوداء للملعب قبيت الاقليم الناظور مره الاقليم الناظور مره ودي خويا فا الاقليم الناظور مازال عاد الشيء الاقليم ما غنقول لها وراديش الجماعه ديال الجماعه الترابيه اقليم الناظور وغاس ملعب يليق في الاقليم ومع ما نمشي الحمد لله جلاله الملك محمد السادس يجي تطوع دمقرا باش ننظم كاس العالم ونمشي ندير قرب اوروبا الناظور من حال يعني خصها ديري غسل الملعب ولو ودي هذا سيره واحد قال لي التدريبات الفرق لان النظر يجي المنطقه تبقرا تجي المنطقه سياحيه وغنجي غرب المتوسط غنماتشي غنغطس الحوايج والجاليه المغربيه خصني الملعب وتتا زي النواب البرلماني يبدا ندير اقني من النظر باش نخزن النقطه السوداء الاقني من النظر غسل الملعب ونشكر الاستاذ السي بن عمر على التغطيه التي يقوم بها على الصعيد الاقليمي وعلى الصعيد الاقليمي النظور وجميع المسائل نشكرك نحقق القناه المهم ونشكر جميع اللي وداني خدم دانيتا ونتمنى ان شاء الله رضي الله تبارك وتعالى اديري غنغلب الملعب راه الهلال ولا غنفتح ولا غبويا فا ودوا من دغينا ان شاء الله كيبو ديال القسم بريميرا ان شاء الله قاتو غنغدي 86 تو غنفريق قوي نستقبل الجيشنا بحيث نستقبل مراكش تو 86 تو غنفريق قوي دانيتا ومعروف على الصعيد الوطني والعالمي ونتمنى حتى يسقط ان شاء الله انا حق الزاد ونتمنى فريق الفتح السعود فريق الهلال كذلك وفريق الفرق مرة الإقليم الناظور شكرا الأستاذ نفسي بن عمار شكرا لقناة سبور الناظور تحياتي سي محمد المحمدي طبعا غيور فاعل جمعوي صحفي بمدينة بجماعة بويف إذا متابعينا الأعزاء ما تمشوش بعيد بعد لحظات وينطلق الشوط الثاني تنطلق الجولة الثانية من مباراة الشباب بويا فار وحسنية الناظور طبعا الجولة الأولى انتهت بتقدم فريق حسنية الناظور بواحد الزيرو سجلو خالد بلوطي في الدقيقة 34
درق لحضر خير وقت ميمي صفا يعاود صفا. بسم الله الرحمن الرحيم متابعينا الاعزاء خلقنا نوم سبورت نادور اللحظه تاتينا الحكم عزوز ايمن ان شاء الله انطلاقا الجوله ويستناين زي المقابله يجمع جا فريق حسنيه النادور شباب بويا فار برسم الجوله الاولى من بطوله القسم الممتاز لعصبه الشرق. طبعا عزوز ايمن بمساعده مريم محمد حامد ايوب العيد حجاجي مندوب المقابله عن عصبه الشرق. طبعا الاعزاء المتابعين الاعزاء فريق حسنيه الناظور ينهال الجوله الاولى ساربح الجن غازي. الضغط نتورى فريق شباب بني بوغفار يوذف حمان غادي يعزو خغول للتعادل هذه المقابله ثاني غادي الجوليه ويستناين بالون دير وسط شملال 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 وليد شملال وليد شملال او نيغ يوسف شملال يوسف شملال اللوز طباطو ان محمد اللوز يسد الفلاح محمد وياس بالون بالون غالق باللوتي البلوتي كيس انس انس كيديدار انس هذه راهو غادي يرفع بالون استياوي عبد العالي الحكم يصفى الخطا ضد لاعب عبد العالي المطهري. طبعا متابعين الاعزاء كاين غادي يلتحق قنديل الجوله ويستنين مرات خصم سل الصوت صافي غادي نبعث لكم تقنا نغض الشاش ديال لي كومونتير الصوت الصوت سقى الصوت خاش والله ما فهمت تي غاشي حتى جن قال خو شريت كسر الصوت نتاع الرد قود قود جنيني غني المرمي غني كسر الصوت تنكس قال خو شي بواسس ماشي مشكل غندور غابارت لعيب عبد العالي المطهري. طبعا متابعين الاعزاء كيغادي يلتحق نديجو لا بالنسبه لي الصوت ثومات عمر رقف مليح غالي التليفون تجربه كلشي كاع مليح غادي نبوس الصداع ربما الجماهير قاين دوك فوربون يغزعديس ولينا نشيو القمشه يعني ان شاء الله من الصاني كنقيم ندير وسط الجمهور انا عقب غا بارتي دا بالوني الحسنيه مجاح 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 فلطاي عبد العالي عبد العالي مطاري عبد العالي وليد شملال وليد شملال وليد شملال هذا يرفع بالون دا زيرار انس ندلوس انس انس ندلوس انس هذه راه حاضره وغادي يقضي ضربه مرمى قدفان انس ندلوس تروح خوز ديس البورتيرو رشيد بوحش بالوني الحسنية غالمسيح المسيح مزوهير المسيح
ظهير المسيح محمد رشف الله، رشف الله المسيح، غول 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 غول، برافو. خطيرة لاعب أنس، أو نعم أنس كيدخل كيدخل محمد بن عقا، خضار أنس يصوف البالون غو كارني. كوارنيري حسنية الناظور، هذه نواري بالون ربدا نوار الفيدا، نوار الفيدا غيسقان كوارنيري الحسنية، نوار الفيدا، نوار الفيدا ضيافع بالون دزيرة يدخل يوسف شمل عليه بعض بالون، بالون ربدا غو علي وعلي من غيك وعلي دزيرة وعلي دزيرة حسو بالون وعلي بشوس وعلي من عقيد يدخل بن عقا كرشيد وعلي سبعة بالون، أنس مدروس وثيود بو بالون، يا ريت محمد بو حموم رشف الله، خالد البلوطي، خالد البلوطي من غايك، خالد البلوطي بالدراغز ديس، هذه بالدراغز ديس، أنس أنس كيس مجاح مجاح مجاح، هذه رحسو بالون، هذه يرفع بالون دزيرة تقضع ربما اللاعب محمد الزهري، محمد الزهري بالون يفغ فويرة، رشف الله يكشى بالون يبو حموم، ولكن بالون يسير وحده زيرة غفويرة مليح فويرة اي شباب بوي. اللعب طبعا محمد الزهري انت غيسقان فويرية لعبنا مش نتوري لعبنا بويا فار تقريبا يلعبن اي ربما المعدل 60 سنة ويعدو ويعدو 20 سنة اغلبيه اربعه ديال العابن توتيران دي مدرسه نغذي الشبان في فريق الفتح الرياضي الناظوري، نتمنى يا سن طبعا لعبنا دي مزيان الشباب غاسن نجي المستقبل غزاف، نتمنى يا سن التوفيق ديال المسيره السن الكرويه ما يمين الله وطن نزار ديال المستقبل ديال الفروق ان شاء الله رمال ديال القسم الاحترافي رغم سن الشباب دي نضيف نظر. اذا اول تغيير، اول تغيير في صفوف فريق شباب بويفار، دخول ديال فحمد العماري، غادي يفغ انس ندلوس، احمد العماري اول تغيير ديال المقابله، يقيث نجيمة بجامة، فغ انس ندلوس ديال يوسف احمد العماري، الجولة الثانية تواليس حسنية الناظور أكثر حضور الجولية ويستنين مجاح مجاح من غير كثيرة بالونك بو ملحة بو ملحة بالون دزيرة الغدا خار معليش 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 محمد الزهري، محمد الزهري يلقى مبدأ الأمان يعني كرة القدم أحسن حل يعني ما الذين لعبه وانش احسن حل وزمة تنقرب انما تضطر تصوف غض بالون كوارني غفوره محمد بو حموم يسقي كوارني كوارني حسنيه الناظور بو حموم الاختلاط ديال منطقه الجزاء بالون ربدا الحسنيه يقضع امهاري امهاري غ محمد اللوس فلطه نعم فلطه خطا محمد اللوس محمد بن عقا محمد بن عقا بالون دزيرة بدون عنوان محمد تونسي 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 بن عقا بن عقا يافع بالون ومي يبو ملحة بو ملحة يصغب اللوطي ديس بعض بالون بالون شباب شملال وليد وليد شملال بالون سيدور غاب بو ملحة بو ملحة خالد باللوطي خالد بلوطي من غايق يافع بالون دزيرة خالد بلوطي غا وعلي وعلي رشيد وعلي رشيد وعلي ذا رشيد وعلي ذا 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 محمد الزوري رشيد وعلي غادي راهو غادي كذي راك بوحموم بوحموم يافع بالون دزيرة برافو ايوب ايوب المساواه دخل هذه سبع عض بالون زاتي وجيف المسي زهير المسي ايوب المساوي ديكاجا بالون اللوس بالون يفق فوري حسن لبويفا بالون يفق فوري بويفا محمد الزهري دي سقا فوري
محمد الزوري كلوس اللوس 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 مهاري القفان تروح فسوس يقطعوا تهون ذب فوس رشيد بوحج بالون دزير الأمهاري بالون يروح يقوش قمه كيلعب الكره مع بوحموم بوحموم من غيق بوحموم يروح صبالون بوحموم هذه يرفع بالون دزيرا القدفان وعلي تروح فوس ايوب ايوب المساوي مسعودي سامي مسعودي بالون يروح حسي سامي مسعودي انوار الفايده دير وسط انوار الفايده وشملال شملال شملال يوسف شملال يوسف شملال أنس 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 وليد شملال يوسف شملال وليد شملال يوسف شملال خطيرة خطيرة أمهاري خطيرة محاولة تغيير تغيير في صفوف حسنية الناظور دخول حاتم حاتم العقاد وخروج زهير المسي أول تغيير سيقدم عليه كما قلت أحمد الشامي خروج زهير المسيح ودخول حاتم العقاد تغيير بتغيير نتيجة دائما هدف لصفر لصالح حسنية الناظور دقيقة 57 دقيقة 57 دائما تقدم فريق حسنية الناظور بواحد الزر بوحموم بوحموم الوعلي وعلي التمريرة طويلة رجعت تمس فوق كوفيرا كوفيرا خلقان بارتيد ما نغني شعب عماد لعن رشف الله رشف الله رشف الله دي راهو غادي راك بوحموم رشف الله رشف الله دي راهو بالون رشف الله دي راهو محاولة يدخل عبد العالي سبعة بالون انوار الفايدة دي الوسط انوار الفايدة دي راك خالد بلوتي خالد بلوتي خطأ احتجاجات لاعبي شباب بويفر على حكم المباراة
كيطالبوا الحكم بما جات مدرب جيمة بجامعة ربما على طاقم تحكيم كيطالب الحكم يعطي الورقة الصفراء لأحد لاعبي فريق حصانية الناظور بعد ما أنذر اللاعب عبد العالي ديال اللاعب ربما اللاعب أسامة المسعودي مشات للركنية بعد ما اصطدمت بأحد مدافعي فريق حسنية الناظور هدف للقذفة مشات فوق المرمى الوليد شملال نيغر يوسف شملال لح طبعا متابعينا الاعزاء أفافا 18 دقيقة تقترب من الدقيقة العشرين منذ انطلاق الجولة الثانية خمسة وستين أربعة وستين دقيقة من عمر المباراة دائما تقدم حسنية الناظور 1-0 في هذه المقابلة برسم الجولة الأولى المؤجل لدور الجولة الأولى للقسم الممتاز لعصبة الشرق وعلي علي كيغير الاتجاه اتجاه أنس كيدخل عبد العالي وشملال كيبعد الكرة البلوطي
بلوتي بلوتي المسعودي السعودي كضيع منه الكرة وليد أنوار الفايدة أنوار الفايدة أنوار الفايدة مجاح مجاح مع أنس أنوار الفايدة داخل معترك العمليات كيدخل يدخل وليد شمل اللي سبع البالون أنس نغ بوملحة العقاد حاتم حاتم العقاد حاتم العقاد غير هو غادي يحسب برون حاتم العقاد يرفع بالون محاولة خطيرة في فارق حسن يدخل الهدف الثاني الهدف الثاني أنس كيدي دار أنس كيدي دار أنس والهدف الثاني لفريق الحسنية جوج لزيرو الدقيقة 65 65 كتعطي لنا الجديد هنا بملعب الشريف محمد مزيان بأزغنغان الهدف الثاني لفريق حسن جنوب ربما نعم السي عزيز معايا عزيز طارقونا بعد جوج لزيرو الحسنية نستضفوا طبعا ربما يقيم لنا هذا الربع ساعة الأول من الجولة الثانية السي عزيز فليتفضل جوج لزيرو السي عزيز هل يمكن القول أن فريق بويفار يعني المشكل العامل البدني وتأخر يعني الانطلاق في الاستعداد هو سبب يعني هذه النتيجة في هذه الجولة الثانية بطبيعة الحال السي محمد كيف كنشوفوا يعني فريق بويفار انهار بدنيا ربما ذلك راجع للتأخر في الاستعدادات يعني ما استعدوش في وقت مبكر والوقت الكافي واللاعبين يعني لياقيين يعني ما في اللياقة البدنية يعني متراجعين بزاف هادشي اللي خلى فريق الحسنية انها تضغط وتمكن وتلعب يعني بأريحية كتلعب واحد الراحة تامة شكرا سي عزيز ركنية الشباب تيرار الهز ولكن رأسية مستروح في وجه خلمرمان نحن رشيد وحشي انذار للحارس رشيد بوحجلة يعني بعد تأخر في تنفيذ ضربة مرمى فالتا نعم نغثور أختي رشيد رشيد بوحجلة الحارس السابق لهلال الناظور هو ابن طبعا ربما ما خدش الذاكرة ابن مدرسة حسنية الناظور بعد التجربة رفقة الفريق لهلال الرياضي الناظوري هو يعود مجددا للدفاع عن ألوان فريق حسنية الناظور فريق الحسنية الفريق فريق حسنية الناظور الفريق الثاني اللي كيمثل جماعة الناظور بعد كل من فتح والهلال رشف الله رشف الله رشف الله الفايدة 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 هناك صراع الكرة بين شملال ووعلي يسترعها الحكم على خطأ لشملال شملال مسعودي 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 عنده الكرة مسعودي شو يعمل مسعودي غيراوغ مسعودي كيس بوحموم مسعودي ذرح سو بالون بوحموم يدخل سو بالون كوارني كوارني هي الشباب بني بوغا كوارني خطيرة يبو يفا أحمد العماري مالو ليفغ فويرا فويرا الشباب كيلعب نعقا حسب على شيء
تدخل الفلاح على اللوز، الحكم يعلن عن خطا لبويا فار. كرة مهاري بعيدة بعيدة، كرة ديال مهاري خرجت ضربة مرمى لصالح حسنية الناظور. طبعا المتابعين كاين غير خزان ديال اللايف المباشر سبورت ناظور، فضلا وليس امرا بارتاجا مكاين النقله المباشر بوحموم 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 المجاح مجاح شملال شملال مجاح. اللوز اللوز يفوق بالون فرائي شباب بويا فا. حسنية الناظور كرة لحاتم العقاد، حاتم مع وعلي، وعلي كيخرج الكرة للتماس لصالح بويا فا. وعشرين مينوت نبدا تقدم حسنية الناظور سجن غزير بوحجلة. بوحجلة حاتم العقاد، حاتم العقاد وعلي 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 بوحموم بوحمومك حاتم العقاد. وضعيت الفلاح الفلاحك وعلي غير وسط غير الفايده. بالون سمير القدوري، كاين بالون سمير قدوري فغ فغس غفوري عفوري حسنية الناظور. سمير القدوري غا حسنية الناظور جرج في الله رج في الله محمد رج في الله خطأ. جوج تغييرات غادي يقدم عليها اللاعب Thank you.
نشيط. دخول طبعا خروج عبد العالي المطهري ودخول بلال الإبراهيمي. ودخول أيضا لعيب أيوب بوخنفرا أيضا دخل أيضا في هذه المباراة. هذه التغييرات ديال نجيم أرجانة، شملال 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 وليد شملال. خروج تونسي، خروج تونسي وعبد الحالي وعبد العالي. دخل المكان ديالو أيوب بوخنفرا أيضا. وبلال إبراهيمي طبعا. بلال إبراهيمي ماذا هناك؟ الحكم خلى الأفضلية محمد اللوز. تسلل على محمد اللوز، تسلل ضد محمد اللوز. دقيقة طبعا متابعينا الأعزاء، اقتربوا من الدقيقة 30 من عمر الجولة الأولى، أو عفوا الدقيقة 32. دائما تقدم فريق حسنية الناظور بجوج لزيرو. طبعا الانتصار مهم جدا لفريق حسنية الناظور اللي غيتصدر به ونقد به على صدارة القسم الممتاز لعصبة الشرق جنبا إلى جنب مع فريق اتحاد الدريوش. ربما هذا الموسم هذا غادي يكون هناك صراع قوي من أجل نيل بطاقة الصعود بين فريق حسنية الناظور واتحاد الدريوش. إبراهيمي بوخنفرا أيوب بوخنفرا، ضاعت للاعب سمير القدوري. فريق البويافار مجاح، مجاح معاه وعلي، وعلي كيطلب حاتم العقاد خطيرة. محاولة الهدف الثالث، محاولة الهدف الثالث. نعم نعم، برافو، بطريقة بطريقة رائعة اللاعب محمد الزهري. محمد الزهري كيبعد الكرة وكيخرجها من على الخط ديال المرمى بعد ما يعني العقاد راوغ الحارس القطفة الضربة ديالو، فجا في آخر لحظة محمد الزهري وخرج الكرة وتسلل. نعم هناك تسلل، تسلل على اللاعب مجاح. هذا اللاعب هذا حاتم العقاد لاعب ممتاز، لاعب فقط يحتاج إلى الخدمة، كيحتاج يخدم، يخسر يخدم فقط خيخ في النص. حاتم العقاد لاعب سريع، لاعب غاس، لاعب غاس من غيره عجبيه لعابه صالحه. هذه المقابله
للجولة والثنين والذي المؤجلة للدورة الأولى زي عصبة الشرق لكرة القدم. طبعا بطولة العصبة ديس مجموعة المواهب ديس يلعب فقط حوايج ويسن غيكش نفوس وغيستوان القدرات يلعبنا هنا يعني دو هذا الهدف يخص يغيرين زي البطولة العصبة مرخص. طبعا الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يعني توياس الزغزات تشمى يخص تكشج الاهتمام ضم قران سل البطولة يثال إن ثان قارس الشين ذا المنبع يلعبا خصوصا يلعبا يعقل 23 سنة تغيير النغني يقواد في الصفوف فريق حسنية النظر. ربما خص يقدم المدرب أحمد الشامي دخول رضوان لمخنط. رضوان لمخنطر يستعد للدخول. رضوان لمخنطر هذه يدفغ ويفغن هذه يفغ وعلي رشيد وعلي انت غيفغن هذه يدفغ مشى النس لمخنطر وعلي كا شوت بارتي ذات شنا لعيب رشيد وعلي المخنطر هدف 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 بن عقا والهدف تقليص النتيجة بن عقا بن عقا والهدف محمد بن عقا يسجل يقلص النتيجة جوج لواحد لصالح حسنية النظر. محمد بن عقا يسجل هدف جميل وجميل جدا ربما أجمل هدف في الجولة. سبعة وثلاثين دقيقة دقيقة 37 وهدف هدف يعني لا 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 الهدف تقليص النتيجة لبويا فار في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة. محمد بن عقا يسجل من خط الوسط يعني الكرة القدفة كانت قوية بغتت الحارس رشيد بوحجة. محاولة لفريق حسنية النظر أنس أنس معها أمجاح أمجاح كيسترجع شملال شملال وأنس كيدخل في آخر لحظة اللاعب محمد الزهري كيبعد الكرة. التغييرات اللي قدم عليها المدرب نجيم أبجمة في الجولة الثانية حركات المقابلة ورحلات فريق بويافار يعني قريب من العودة في النتيجة. مجموعة من التغييرات قدم عليها المدرب ربما شفنا في اللمسة ديال نجيم في الجولة الثانية ماذا سيفعل طبعا أحمد الشامي لإيقاف ضغط فريق بويافار في الجولة الثانية. محاولة هجمة مرتدة لفريق الحسنية مشات في الكرة اللاعب أمجاح خطيرة القدوري القدوري ربما كان متسلل وضعية تسلل نعم القدوري ولكن الحكم خلال الكرة خرجت 5.50 متر هناك إصابة أحد لاعبي فريق حسنية النادو. أربعين دقيقة متابعين الأعزاء أربعين دقيقة دائما تقدم حسنية النظر بجوج لواحد Thank you.
امان شاس ندمان فاد صراحه البارتي دا تير هذه جو حار صراحه لعب نهار ستار بن امان من جمال يا نجم واه الذي يخدم واه غازد غازد الحرام سبحان واه خص خص انت ان شاء الله خص شويه الوقت واه زعما تقد دقه هذوك مزوان بوحجله بوحجله ديافع بالون غار وسط القدوري قدوري كيسام هاري قدوري غا التمريره اتجاه حاتم العقاد حاتم العقاد حاتم العقاد بالون يفغ فويراي شباب بويفا بن عقا بالون دزيرار غا اللوز اللوز بالون يروح يقبش خثام المسعودي يفغ 5 متر و50 لفريق شباب لغي حسنية الناظور عفوا نجيمه بجماعه احمد الشامي مباراه من نوع اخر خارج يعني دكه البدلاء طبعا اثنين المدربين نتمنى يسن التوفيق هذه المسيره الكرويه محاوله لانس ولكن بالون يفغس فويرا حاتم حاتم غا محمد الزهري محمد الزهري دور غا بن عقا محمد بن عقا ديرها وغا يا بن عقا يا بن عقا من يتغمر يتغمر بن عقا ولكن بن عقا يصفق البالون بسلام يروح الزايس بن عقا بن عقا دياس املاح او الفلاح عفوا نعم 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 احمد العماري كابيون ناضو احمد العماري انت هذا لعب شبان فريق فتح الناضو تغيير نغني ذي صفوف فريق حسنية الناظور دخول رشيد عفوا لا لا لعب رقم 14 17 هشام راضي البلوتي 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 الفلاح بالون يفغ فويرا فويرا حسنية الناظور اخر لحظات هاي خصو انا زهير والو يا مير قضاء محاولة خطيرة لفريق شباب بني بوغفار اللوز 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 خطيرة البلوط قدوري محاولة التعديل بواسطة القدوري لكن القدفة ديالو مشات سهلة عند الحارس بوحجلة مباراة طبعا لعبت في الربع ديالها الأخير شفنا مستوى يعني ممتاز من الفريقين 5
45 دقيقة 45 دقيقة دائما تقدم الحسنية بجوج لواحد نهاية الوقت الأصلي من المباراة. نهاية الوقت الأصلي من المباراة دائما تقدم حسنية النضور بجوج لواحد. ما عرفتش مش حد الوقت طبعا غيدي في الحكم أو مندوب المباراة ربما السي العيد حجاجي. ربما الوقت مقدر بربعة حتى الخمسة ديال الدقائق. لا 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 هناك ضغط من لاعبي فريق بوغفار. استفاقة شباب بوغفار في هذه الجولة الثانية. شفنا ضغط شفنا الفريق أكثر خطورة على مرمى حارس رشيد بوحجلة. المحاولة تنفذ محمد بن عقاق بقوية طويلة ولكن هذا المرة ما كانش محظوظ محمد بن عقاق. الكرة ديالو مشات فوق مرمى الحارس رشيد بوحجلة. راضي بلال الابراهيمي. بلال الابراهيمي كتضيع منه الكره كترجع لامجاح. امجاح رشيد وخالد بلوطي. اخيرا المحاولات كنلعبوا طبعا جوج دقائق من الوقت الاصل. البدل الضائع الحقاد حاتم المساوي كيرفع كرة طويلة اتجاه أسامة القدوري. القدوري ما تمكنش من الكرة ضاعت ترجع تهجمها مرتدة لبوم الحال حكمي تدخل هناك خطأ. بعض اللاعبين يعني شفنا يعني كيضربوا الكره ولا كيدير شي تصرفات يعني ما خصهاش الدار في هذه المباراه هذه. كيحسوا يعني كيجيبوا لراسهم مشاكل ربما انذارات ربما غادي يتحرم الفريق ديالهم في القادم الدوار الى جمع اربعه ديال الانذارات غيتحرم الخدمات ديالهم. يعني اللاعبين خصو يكون اكثر انضباط. هذه مجرد مباراه في كره القدم خصو يفكروا في المستقبل ديالهم الكروي الى بغاو يوصلوا مثلا شي درجه معينه. يعني التهور الاندفاع هذا الشيء ما غادي ينفع حتى شي واحد من هاد 22 لاعب اللي على أرضية الملعب. كان لعبوا 3 دقائق و 4 دقائق دخلنا في 4 دقائق ديال الوقت الضائع. ما عرفناش بشحال ديال الوقت يضيف ربما توصل حتى ل 5 6 دقائق بعد التوقفات الكثيرة والمتتالية اللي عرفت هذه المقابلة في هذه الجولة الثانية. جمهور مقدار بالتقريبا تقريبا 8000 حتى ما وصلش 1000 متفرج ولكن معليش جمهور لا بأس متوسط نقولوا متوسط حضر في هذه المقابلة هذه. طبعا الناس اللي عندهم غيرة على كرة القدم بإقليم الناظور العماري. العماري شو يعمل ضاعت الكره العماري مشات لمحمد رشف الله. محمد رشف الله الايمان امجاح ضاعت منه الكره تعرفوا من اللحظات الاخيره ربما تكون هذه اخر محاوله
ربما هذه المحاولة غادي تكون الأخيرة لفريق شباب بوغفار. ويعلن بعدها الحكم عزوز أيمن نهاية المباراة. محمد بن عقا يمتاز بالقذف من بعد كفة. برافو رشيد كيبعد الكرة. الركنية لصالح شباب بوغفار. ركنية في التنفيذ المسعودي هو اللي غينفذ هذه الركنية. هذه آخر دقائق آخر محاولات خروج أيوب طلع أيوب الحارس كيبعد الحارس بوحجلة خطيرة ما زالت الكرة خطيرة كيبعدها رشف الله محمد مجاح خطيرة. العقاد غيسجل الهدف الثالث. أظن أن العقاد غادي يسجل الهدف الثالث. نعم الهدف الثالث حاتم العقاد يسجل الهدف الثالث. حاتم العقاد ينهي المباراة يعني بعد خروج اللاعب أيوب. يجب يتغيب. نعم هذه هي القاعدة. هذه مباراة بطولة. معليش يا أيوب معليش. 3-1 الدقيقة 50 هدف الثالث. العقاد حذاري من حاتم العقاد يجيد يعني يجيد التعامل مع الكرة. اللاعب هذا حاتم العقاد ما ينقصه فقط العمل. لاعب ممتاز يستغل الخروج صعود الحارس أيوب المساوي كيشد الكرة وكيحطها في الشباك الفارغة لفريق شباب بني بوغفر. إذا متابعينا الأعزاء فادتنا الحكم عزوز أيمن يعلن على نهاية المباراة بتقدم فبتفوق فوز بفوز فريق حسنية الناظور 3-1 سجل لحسنية الناظور كل من خليد البلوطي الدقيقة 38 أنس كيديدار 65 وحاتم العقاد دقيقة 50 الهدف الوحيد لفريق شباب بويفر سجله اللاعب محمد بن عقا في الدقيقة 37 من الجولة الثانية. المتابعين الحارس هو غاسم الغي السي عزيز الاحموريدي كاين متابعين الاعزاء كاين خليل الشامي هذا نغيسيور طبعا خليل انتصاره الانتصار الثاني وصل الانتصار هو فريق حسنة الناظور ينقذ الصداره. ايش من بطاقه تقنيه فاتي دوار السلام عليكم. مباراة تقسح اللي ماتش ديربي مثير بالذات للحماس يثير الجمهور يثير تسمح حوايج. الحمد لله نحقق الانتصار ثاني ان شاء الله غادي البدايه مازال عاد غزات ان شاء الله وشكرا. صافي شكرا احمد انا ها؟
اروح دحتي مالو واش تسنيني اقشوت الله لا يقربوا صافي حتي الانتصار الثاني صداره القسم ممتاز عصبه الحمد لله كيف كتشوفوا المقابله كيف العاده زو اجواء حماسيه كنا تفوقنا في الماتش الاول ديال سيدي سليمان الحمد لله كنا لعبنا السبت من مورا لعبنا الاربع يعني فيزيك ممكن عيانين شويه ولكن الحمد لله قدرنا في الدوزيام ميتا نعوضوا الماتش اللي خلانا ندخلوا بواحد الايجابيه كثيره وكنشكر الدراري على هذه القتيله ديالهم ونتمنوا ان شاء الله الصعود هذا العام ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم تشكا الموقع سبورت نادور بالخصوص الاخ محمد بن عمار تطيت رياضه النظر اولا هنيئا لفريق حسنيه النظر الفريق يستاهل جذابح قال استعدادات المستوى يبدا زيج صراحه يسلمش هاي جذابح بارتيدا هنيئا لهم هنيئا للطاقم التقني النس بالنسبه لشينا مش لاحظم نحاول ما امكن نجار يعني انجار اولا فريق حسنيه النظور لانني هنا نقين مليح بدنيا نشين غير شويه المونك وتجبد العذر وانما غير شويه المونك يعني بدني يعني يلا مش مدار خدمه ني راضي لحد ني راضي اني راضي ني راضي ني راضي رابع تجري من نهار نشين المقابله اي مقابله تبريباراز المقابله ديكوان تهني غير حرمني وكل المجهود ذيني الحوجتي سبحانين صراحه جات انت حرام لان بعض الاخطاء نتمنى ان شاء الله خاصني نتنفد في هذه الايام ونتمنى ان شاء الله الاخوان خنصبان يعني يودن الفريق بوفاء شنا نخدم حرامنا تقل المجهود بكرا مش لاحظ ما تكمل الحصه التدريبيه لاننا نحضر المقابله ايوا ان شاء الله الشباب ان شاء الله يعني غاري اليقين انه هذه الكلمه في قادم الايام ان شاء الله شكرا الله يحفظك يعني ما مشيتو ولا من جيما بجا ما يتكمر الحصه من ينقصن فقط الشباب بويا فار هو اللي انطلاقا في المتاخره فقط وانما بالنسبه للاعبين غاسي يلعب شنان نتمنى يس التوفيقي شباب بويا فار نتمنى يس التوفيقي نجم بجا ما يدير خدمه وايضا نتمنى يس التوفيقي فريق حسنيه النظور متصدر القسم الممتاز لعصبه الشرق متابعينا الاعزاء نقراو موعدنا سي ماديوس ان شاء الله كيجي اللقاء الجديد نشكرك نيوتاس حسن المتابعه الى اللقاء